ينضم إلينا من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت. دكتور، بعد التحية والتقدير والشكر على انضمامك إلينا، في تقديرك لماذا تتبرأ الولايات المتحدة من إمكانية أن تكون قد أعطت إسرائيل هذه القنابل الفسفورية، وما الذي فجر هذه القضية؟ تحياتي أولا. يعني هذا، شوف، الدعم الأمريكي هو غير محدود، وأمريكا تبنت هذه الحرب، ولكن يعني للولايات المتحدة اعتبارات أخرى غير إسرائيل، وهي أن لا تظهر بمظهر يشوه سمعتها أكثر من ما هي مشوهة اليوم. فهذا هم يعني يقولون لم نعطيهم هذه الأسلحة في هذه الفترة هذه، وربما هذا صحيح، ولكن هم أعطوهم الأغلبية الساحقة من الأسلحة التي يستعملونها لإبادة الشعب الفلسطيني، ولا حديثا يعني أعطوهم قذائف للدبابات المركافة، آلاف القذائف لدبابات المركافة. ونتذكر أن قطاع غزة كله هو من حجم مدينة ديترويت الأمريكية، فهذه يعني بغض النظر عن إذا أعطوهم هذه القذائف مسبقة ربما، وهناك شروط بالقانون الأمريكي باستخدام هذا السلاح للدفاع ليس للهجوم، ولذلك يعني كذبت إسرائيل وكذبت معها أمريكا بقول أن هذه حرب دفاعية، ولحد أدنى هي حرب عقابية، هي للعقاب الشعب الفلسطيني، وهذا ليس دفاع. ولكن أمريكا تكذب وتقول أن هذا لمنع الهجومات في المستقبل، الكل يعرف أن هذه الحرب، الهجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 7 أكتوبر هو مفاجئ، ولكن يعني صعب تكراره، وأمريكا تعرف ذلك، إسرائيل تعرف ذلك، ولكن هي حرب إبادة وأخذتها إسرائيل حجة ومشت معها أمريكا في هذا. سأدقق معك بعض التصريحات الأمريكية. الخارجية الأمريكية تقول بأن الولايات المتحدة لا تتفق مع إسرائيل في كل شيء، نعلم نقاط الاتفاق، ما هي نقاط الاختلاف إذن؟ شوف، نقاط الاختلاف هو في اختلاف داخل إسرائيل، في اختلاف بين إسرائيل وأمريكا، ولكن يعني الإسرائيليين نفسهم لا يعرفوا ماذا يفعلون في غزة، بغزة، ماذا بعد انتهاء حرب غزة، ماذا نفعل بغزة. هم يختلفون في إدخال كميات الطعام، هل ندخل طعام؟ يعني هناك اليمين في الحكومة الإسرائيلية، يعني هناك اختلاف داخل هذه الحكومة، هناك متطرفين أكثر من نتنياهو، وهم يعني غير مترددين في تعبير عن هذه التطرف وهذه الهمجية عندهم. فهناك تفاوت بالآراء داخل الحكومة الإسرائيلية، هناك تفاوت بالآراء داخل النظام الإسرائيلي، وهناك أيضا يعني تفاوت بين الأمريكيين والإسرائيليين. ولكن هل إذا إسرائيل أرادت شيئا ما، هل وكان هناك اتفاق إسرائيل حول ذلك، هل أمريكا تواجههم؟ هل أمريكا مستعدة؟ طريقة التفكير الأمريكي هي هل نختار الفلسطينيين مقابل الإسرائيليين؟ هو هكذا يفكرون بالأمور. هل إذا كان هناك مشكلة بين إسرائيل والفلسطينيين من نختار؟ بالنسبة لهم موضوع سهل جدا، أكيد مع إسرائيل دائما. فهذا تفكيرهم، أنه بالنسبة للنظام الأمريكي الفلسطينيين غير مهمين إطلاقا، يعني حياته كما قالت رشيدة طليب، حياة الفلسطينيين غير مهمة إطلاقا، لا يعتبروا أن مصالحهم، لا أنه هناك مصالح مع الفلسطينيين. يعني تنظر حتى النظام الأمريكي، أبحث اليوم يعني 2% من الشعب الأمريكي يهود، ولكن تقريبا 50% من المال السياسي الذي يذهب للحزب الديمقراطي هو مال يهودي. تصور يعني حجم القوة والصوت اليهودي في هذا البلد، وهم أغلبيتهم يدعموا إسرائيل ويهمهم إسرائيل فقط، يعني يقولوا نحن يهمنا إسرائيل. فهذا القابع في البيت الأبيض، إضافة إلى ليس فقط بايدن، يعني هناك في الكونغرس، مجلس النواب، مجلس الشيوخ، زعيم الأقلية، زعيم الأكثرية، كلهم إلى جانب إسرائيل بشكل مطلق. يعني فإذا نعم هناك تفاوض بالآراء، ولكن في نهاية المطاف أمريكا ستفعل ما تريد إسرائيل. نعم، يعني حينما تتحدث أمريكا فهي تتحدث في واد، وما يحدث على أرض الواقع هو واد آخر، فحينما تتحدث حاليا فلا نصدقها. ولكن أريد أن أعرف منك، ما هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة من الحرب؟ هل هي تريد إطالة أمد الحرب أم تريد إنهائها؟ هي تريد ما تريد إسرائيل. إسرائيل قالت أنا أريد أن أبيد حماس، وقالت أمريكا نعم نوافقكم على هذا. فدخلت إسرائيل ودعمتها أمريكا بشكل مطلق، قدمت السلاح، قدمت الدعم الدبلوماسي، أرسلت القطع العسكرية كي تستطيع أن تطمئن إسرائيل وهي تقتل الفلسطينيين. صار هناك قتل ودمار شامل، يعني هز العالم كله وهز جزء كبير من الأمريكيين. فماذا فعلت إسرائيل؟ أمريكا قالت
حاولوا ان تخففوا من الضحايا، حاولوا ان تكونوا اكثر حذرا، ولكن لا يعني المشكله ليس القتل والتدمير، هم يقولون كونوا حذرين. يعني هناك دعايه، حتى وزير الدفاع قال انتبهوا كي لا تخسروا الحرب. لا ليس يعني اهميه الحياه الفلسطينيين التدمير الشامل، هو فكره انه انتم تربحوا، نحن نبحث عن مصلحتكم. فهذا الموقف الامريكي هو ليس موقف مبدئي حقوق الانسان القانون الدولي، موقف هو انه يا اسرائيل هذا ليس مصلحتكم، نحن معكم 100%، نحن معكم في كل ما تريدون، ولكن فكر في هذا الموضوع، هذا في مصلحتكم. ولكن إسرائيل ما فارق معه، إسرائيل تحطم تدمر وتقول أنا لا يهمني لأنه أمريكا معي ماذا أفعل. أذكر من فترة صديق لي أمه كانت في الضفة الغربية وكانت تتعرض لمضايقة من الجنود، فقال لها جندي عندما كانت تشارعه، قال لها شوفي نحن لا نعمل لأمريكا، أمريكا تعمل لنا. فعمليا يعني أمريكا تقدم كل ما تريده إسرائيل. وإن كانت إسرائيل تريد إطالة أمد الحرب كما هو أصبح معروفا وواضحا بأن بنيامين نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب لأنه بانتهاء الحرب يعتبر هو انتهى سياسيا، هل إسرائيل قادرة على استكمال الحرب؟ قادرة على أن تحارب فترة طويلة؟ نعم. لماذا؟ لأن عندها دعم مفتوح، هناك دعم إسرائيلي داخل إسرائيل لهذه الحرب، هناك دعم يهودي أمريكي لهذه الحرب، هناك دعم أمريكي لهذه الحرب، هم يمشوا مع ما تريده إسرائيل. إذا أراد إسرائيل إطالة هذه الحرب هم مع إطالة هذه الحرب، ولكن يحاولون يعني التعامل مع الضغوط. ولكن الفكرة الأساسية هي الأساس، هي أساس المشكلة كما قال عدد كبير من الناس في أمريكا. المشكلة الأساسية هي فكرة أن هذه الحرب لمحو حماس، تبين هذه الحرب لمحو غزة، وتأتي أمريكا يعني تبيع كلام، السلطة جديدة متجددة، حل الدولتين، نحب أن نرى ذلك. وهم يعرفون أن هذا غير صحيح، أن هذا لن يحصل. ما تريده إسرائيل هي توريط أمريكا في مشاكل أكبر. يعني أمريكا ليست بحاجة أن تذهب وتكون هناك مشكلة مع مصر، مشكلة مع الأردن، ولكن مشكلة مع تركيا. ألا تخشى أمريكا يعني أن يحدث مشكلات مثل ما ذكرت مع حلفائها، يعني أن تصبح في موقف صعب ما بين المقارنة ما بين حلفائها وبين إسرائيل؟ صحيح، لذلك تشاهدين الوفود تأتي وتذهب وتتكلم، تحاول يعني ترقيع الأمور. يعني هم هذا الوحش الإسرائيلي، هذه الحكومة الإسرائيلية أكثر تطرفا. يعني المشكلة أنها تتعامل مع قوي وغياب الحكمة عنده هو مدفوع بالكراهية. هناك مجموعة في هذه الحكومة، يعني كان من فترة قريبة كان الشعب الإسرائيلي بذاته كان يقول عنهم متطرفين، جهلة، حاقدين، يعني يكون كل الكلام وارتهم بالإرهاب حتى، وأصبحوا بالحكومة الإسرائيلية، ونتنياهو بحاجة لهم كي يبقى في الحكم. والشعب الإسرائيلي يعني بعد ضربة أكتوبر أصبح متعطش للدماء وللانتقام. يعني يتوقع الإنسان العاقل أنه يكفي هذا، يعني هذه الآلاف من القتلى، هذا التدمير الشامل هذا، ولكن ما زال الشعب الإسرائيلي يدعم هذه الحرب. وإسرائيل وأمريكا يعني في يعني يشاهدون، يعني ينظرون إلى الأمور من منظار واحد، وهو أن هناك ضرورة للقضاء على حماس بغض النظر عن الكلفة الإنسانية في غزة. نعم، ولكن بالنسبة للداخل الإسرائيلي كيف يدرك ما يحدث من إضرابات حول العالم، من حراك سياسي في دول مختلفة؟ هل يدرك بالفعل أن هناك مظاهرات أو إضرابات تحدث يوميا مثلا؟ أنا أعتقد الشعب الإسرائيلي يعني هو يتابع أخبار العالم، ولكنه هناك مشكلة بالشعب الإسرائيلي، مشكلة نفسية. يعني أنا أعتقد أنه عندهم عقدة الهولوكوست وعقدة أن الناس تكرههم، أنه العالم يكرههم، أنه هذا المتظاهر أنه لا يحب غزة هو يكره اليهود. فهكذا تفكيره، هي أيديولوجية الدولة مبنية على أن اليهودي مكروه، منبوذ، لا أحد يحبه، وهذه الدولة ضرورة لكي يقدر أن يكون على قيد الحياة ولا يضطهد ولا يقتل. فهي الفكرة أنه كل العالم ضدنا ونحن هذه دولتنا وكل العالم يكرهنا، وكل ما يتظاهر أحد مشان قضية قنصية إنسانية يتهموه معادات السامية بالكراهية. وإضافة لذلك نوقشت هذه الفكرة دكتور إحسان باستفاضة كبيرة، وقد لا يكون الوقت متاح للحديث عن تفاصيلها العميقة التي أدت إلى هذه الصورة، ولكن من عواجيننا التي تتحدث عن تدمير بارجة حربية إسرائيلية أمام منطقة باب المندب بالبحر الأحمر عقب استهدافها بصاروخ كروز تم إطلاقه من اليمن، الولايات المتحدة حددت مصدر الإطلاق، هل ما زال شبح
اتساع نطاق هذه المعارك جاثما أمام الولايات المتحدة الأمريكية أم أنها تهول من ذلك؟ شوف، نحن بالشهر الثالث، لا ننسى أنه نحن بالشهر الثالث في هذه الحرب. هذه حرب إبادة، هذه حرب إبادة أمام العالم كله. يعني هل تتوقع أمريكا أن يكون هناك حادث هنا أو هناك؟ نعم تتوقع ذلك، وهي تحاول أن تلف الموضوع، تلم الموضوع بالنسبة لتداعيات هذه الحرب. وأنا برأيي يعني وهذا يحسب لفريق بايدن، أن الولايات المتحدة أبدت أنها قادرة على أن تحتوي الموضوع. يعني عندما هنا شاهد نحن ما يحصل في غزة من دمار شامل، من قتل عشوائي، من ضرب عشوائي. دكتور، هل تسمح لي هنا بالمقاطعة؟ أنا هنا كنت أدقق معك، هل الولايات المتحدة تسعى للملمة هذه الأزمة؟ تسعى للملمتها بفزع أم أنها مطمئنة بأن الأمر لن يتسع عن نطاق قطاع غزة أو ما قد يطرأ من الجنوب؟ يعني شوف، لهم لا يريدون توسعة هذا الصراع. من اليوم الأول هم قالوا أن سياسة أمريكا هو دعم مفتوح، لا خطوط حمر أمام إسرائيل في غزة، وتحدد هي أهدافها، ولكن لا يريدون توسيع الصراع، تمدد الصراع. معناتها يتمدد الصراع إدخال مثلا أطراف أخرى للصراع، وعمليا لم يدخل أطراف أخرى للصراع، ما زالت غزة لوحدها. يعني كل هذا ما نسمع فيه مثلا عن جنوب لبنان، عن الحوثيين وعن الجماعات العراقية مثلا، هي كل يعني بالنسبة لأمريكا يمكن التعايش مع هذا. يعني قرأت أسوشيتد بريس قالت كل هذه الضربات بس تحت حيطان، يعني لم يقتل أمريكيين أو يجرح حتى. يعني هل الولايات المتحدة تهول من فعل ذلك حتى تؤكد رواية أن الحرب قد تتسع، وبالتبعية رواية الحرب واتساع هذه الحرب يعطي للولايات المتحدة تحركات مسموح بها قد لا تتمكن منها في ظروف عادية، خاصة وأن وسائل إعلام أخرى أيضا تحدثت أن هناك مكالمة أمريكية عراقية تقول أن على العراق أن تتمكن من منع الهجمات على الثقنات العسكرية الأمريكية في العراق. هذا اللغط بشأن اتساع النطاق، هل الولايات المتحدة تستغله لأغراض سياسية أم أن هناك مؤشرات لحدوثه؟ لا، هناك مشاكل. يعني هي أمريكا حذرة من أنه تفهم جميع الأطراف أنه هي موجودة. يعني كل هذه القطع العسكرية أمريكا لا، يعني ما في من لعب ما كما يقال بالمحكية، فهي موجودة. يعني تكلم في قول أمريكي، تكلم بلطف لكن أحمل عصا غليظة. فالأمريكيين جادين في أنه بدأت يتفهموا أن هناك أطراف ربما بحاجة أن تفعل شيء مثلا لأهداف سياسية تتفهمها أمريكا مثلا. ولكن عندما توصل مرحلة أنه تحس أمريكا أنه الموضوع جدي بالنسبة لقواتها وجنودها، مستعد لاستعمال القوى الضاربة مثلا. وجدت أن السليماني، قاصد سليماني، يشكل تهديد، وأن إيران يجب أن تفهم أنه أمريكا يعني تتحمل منهم بعض الشيء. هذه عمليات دكتور، هذه عمليات نوعية متبادلة ولا تؤشر أن تكون مقياسا لطريقة التفكير الأمريكية؟ يعني عم اقول لك بالنسبه لهم، امريكا ما تتوقع انه هذا الصراع. يعني تخيل انت يعني حروب العرب مع اسرائيل عبر السنوات، اي متى كان في حرب تمتد الى هذه الفتره ويكون القتل بهذا الشكل، ويكون القطع الماء والطعام وامام انظار العالم. فبالنسبه لامريكا هي تنظر الى الموضوع وتقول يا عمي ما يعني مش هالمشكله الكبيره. يعني ليس هناك تمدد الصراع، ليس هناك مشاكل عالمية حول العالم خاصة بالشرق الأوسط بالنسبة لأمريكا. نعم هناك جماعات العراقية منذ زمن، يعني هناك الحركات، يعني ضربة هنا ضربة هناك، يعني بسوريا مثلا تضرب قاعدة أمريكية، ولكن كل هذه الأمور بالنسبة لأمريكا تعتبر مقبولة. لذلك إلى الآن لماذا أمريكا لا تعتبر أن هناك ضغط لتغيير سياستها أو إنهاء الحرب؟ لأنه لا تعتبر أن هناك خطر على مصالحها، ليس هناك تحديد حقيقي بتوسعات. هم يعتقدون، فريق بايدن بلينكن يعتقد أن بإمكانه لم الموضوع بالنسبة لتداعيات المشكلة، وأن ممكن إسرائيل تستمر في هذه الحرب ولن يكون هناك تداعيات تسبب مشكلة حقيقية لهم. فمن أجل ذلك التصويت في الأمم المتحدة كان أنه هم بحاجة عمليا إلى وقت أكثر للقضاء على حماس. والكلام قضاء على حماس هو كلام، يعني هو فكرة قضاء على حماس، إيراديكيتنج حماس كما قالت أمريكا، هي فكرة سخيفة، هي فكرة غبية. يعني أنا أذكر 2006 ضربت إسرائيل لبنان، ضربت ضربة محولة يعني ودمرت، وماذا أصبح حزب الله أقوى من ما قبل بعد 2006. اليوم تضرب هي حماس، شعبية حماس زادت شعبية حماس. هو يعني الإسرائيلي يكذب والأمريكي يصدقه أو يكذب معه.
لأنه هذا ليس حل، وكل الكلام عن حل الدولتين وسلطة وطنية مجددة كله كذب، لأنه إسرائيل تحارب السلطة الفلسطينية، تحارب محمود عباس، تضعفه، تحرجه أمام شعبه، تقتحم هنا وهناك المستوطنين ومعهم الجيش. الإيكونومست هي ليست مجلة يعني متحيزة للفلسطينيين، قالت أن إسرائيل تخنق الضفة الغربية اقتصاديا، تخنقها. فكل هذا، كل هذا الكلام يعني الأمريكي يكذب والإسرائيلي يكذب. نعم، يعني الأمريكي يكذب والإسرائيلي يكذب، ولكن قطعا هناك قائمة أولويات، يعني قائمة أولويات للولايات المتحدة الأمريكية وقائمة أولويات لإسرائيل أو لبنيامين نتنياهو. هل هناك توافق ما بين القائمتين؟ شوف، بالنسبة لأمريكا بتعود الفكرة الأساسية أنه عندما تنظر إلى الشرق الأوسط ماذا تريد؟ أريد هنا دكتور أحسان أن أتدخل. نعم. بناء على سؤال الذي قدمته بسنت، إذا كنت فهمته بشكل دقيق، هل بسنت تسأل على التوافق في الكذب أم التوافق في الرؤى تحت عنوان آخر، الولايات التوافق المتحدة في الأجندة، في الأجندة الأهداف؟ وهل اسمح لي قبل الإجابة دكتور، التوافق في الأجندة، خاصة أن الولايات المتحدة تتنصل بإعلان الخارجية أنها لا تتفق في كل شيء مع إسرائيل. وأنا أضيف سؤال على سؤال، تحدثت بسنت عن الأجندة، أنا أتحدث هنا عن الروايات فيما يتعلق بالكذب، وروايات طويلة المدى والروايات قصيرة المدى. هل هناك اتفاق؟ هل هناك تنسيق دقيق إلى هذا المدى؟ شوف، بالنسبة لأمريكا يعني هي موقفها أنه الشرق الأوسط يهمها النفط وإسرائيل، هي هذه بنهاية المتفهم، يهمهم النفط وإسرائيل، واللوبي الإسرائيلي يهمه إسرائيل، من يحكم إسرائيل، ماذا سياسة إسرائيل، كل موضوع آخر. بالنسبة لهم يريدون، اللوبي الإسرائيلي يريد أمريكا تدعم إسرائيل، من يحكم أمريكا، من يحكم إسرائيل، من لا يحكم إسرائيل، موضوع آخر. فعندما تنظر أمريكا إلى الشرق الأوسط تنظر أنه النفط مؤمن، ليس هناك مشكلة بتدفق النفط وأسعار النفط. تنظر إلى إسرائيل، إسرائيل أخذت قرار، هي دولة عندها دولة ديمقراطية، أخذت قرار هذه الحرب، وأن هذه منظمة إرهابية هاجمت إسرائيل، هكذا تفكيرهم، أنه هذه منظمة إرهابية ونحن نصنف هذه المجموعة إرهابية وهي هاجمت إسرائيل وإسرائيل تضربها. وهل هذا التفكير يعني بالفعل، هل هذا التفكير أم هذه فكرة تم ترويج لها؟ يعني هناك مخطط آخر وتم الاستعانة بهذه الفكرة حتى نستطيع أن نقوم بهذا المخطط؟ شوف، بالنسبة لأمريكا يعني هو من ناحية أمريكا هي لا تريد مشاكل، كانت هي عندها حرب أوكرانيا، أمريكا كدولة عظمى عندها مشغولة كانت بحرب أوكرانيا، كل التركيز كان على حرب أوكرانيا، وإضافة إلى ذلك كان التركيز على فكرة أن الصين تهديد، فهي لم تريد أن يعني تفلت الأمور من بهذا الشكل. هي لا، أنا لا أعتقد أمريكا كانت تريد هذا الذي يحصل في غزة، هو فاجأ الجميع، كانت تريد التركيز على أوكرانيا وعلى الصين، وإضافة إلى ذلك كانت أجندة بايدن هي أجندة المناخ، وأتى أريد قال أنا هدفي هو المناخ، ولكن فاجأ الجميع. وكان بالنسبة للشرق الأوسط كان يريد تقوية العلاقات، استمرار في سياسة ترامب، تطبيع مع العرب، فهذا ما كان يريد. هم يعني كان يعتقد أن الوضع كما هو، أنه غزة سجن كبير، الضفة الغربية، إسرائيل تقدم أراضي هنا وهناك، أنه خلص managing the conflict، إدارة الصراع. هم لم يكونوا يريدون أنه إسرائيل تدخل وتحطم وتحاول تخلق نكبة جديدة. فهذا هذا 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 التطور كان لم تكن أمريكا تتوقعه، ويتحاول التعامل معه على أساس ماذا نفعل. يعني إذا إسرائيل هي حليفتنا وهذه الجماعة ضربتها وهي تتعامل مع هذا الوضع، بالنسبة للتفكير الأمريكي. ولكن الاختلاف، هناك بعض الاختلاف، أنه ماذا يحصل بعد انتهاء الحرب، يعني بعد انتهاء الحرب ماذا يحصل في غزة، ماذا يحصل في الضفة الغربية. هناك اختلاف داخل إسرائيل في هذا الموضوع، هناك اختلاف بين الإسرائيليين ذاتهم، ولكن لو كان الرأي طيب الإسرائيلي موحد. دكتور أحسان، طالما وصلنا إلى هذه النقطة بالحديث عن مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء هذه الحرب، هل تعتبر أن هذه كذبة أخرى يتم الترويج إليها والاتفاق بين الجانبين؟ لأن نحن فجأة استيقظنا على الحديث عن السيناريوهات التي ستتبع في مرحلة ما بعد هذه الحرب، ثم فوجئنا بأن هناك خلاف بين الرؤية الأمريكية والرؤية الإسرائيلية التي لا نعلم ما هي الرؤية الأمريكية ولا الرؤية الإسرائيلية حول مستقبل هذا القطاع. هل هذا يعد ضمن الخداع الاستراتيجي في إطار هذه المعارك؟ شوف، أنا بعتقد حتى يمكن الإسرائيلي لا يعرف ماذا يريد. أنا أعلم ذلك دكتور، ولكن أنا أريد إجابة واضحة محددة كعنوان نستطيع القياس عليه.
نعم، يبدو يعني المراقبين لا يعرف ماذا تريد إسرائيل. إسرائيل تقال حددت هدف وهو أنا لا أسأل أنا هنا لا أسأل عن إذا كانت إسرائيل تعرف ما تريد أم لا تعرف ما تريد. أنا أتحدث هنا عن إدارة المعارك من خلال التسريبات والحديث عن أفق استباقي وأن المعارك لم تحسم. إسرائيل والولايات المتحدة تتحدث عن مرحلة مستقبل غزة وكأن الحرب قد انتهت أو حسمت، وهي ليس كذلك. نعم، يعني شوف، هي محاولة قراءة. أنا المشكلة هي أنه إسرائيل تكذب. إسرائيل تقول أنه أنا عندي تهديد، مثلا تهديد وجودي من حماس. تهديد الكل يعرف أنه ليس هناك تهديد وجودي. الكل يعرف أنه هجوم 7 أكتوبر يعني صعب يتكرر لأنه كان مفاجئ، فعامل المفاجأة يعني انتهى. وهم يعني كانوا لا يتوقعوا هجوم من غزة، كانوا يحسبوا هجوم من الجنوب اللبناني، وكانوا عندهم تركيز القوات على الضفة الغربية. داخل صناع القرار في إسرائيل، هؤلاء ناس يعني يقومون بالدراسة. الذي نعرفه هو أن الجيش الإسرائيلي، مخابرات الجيش الإسرائيلي، وضع الدراسة بعد حرب، بعد الهجوم أكتوبر، أنه يجب ترحيل الفلسطينيين إلى مصر. هي قالت ذلك يعني، ونتنياهو قال غير صحيح، ليس هذا ما نريد. ولكن يعني إذا نقرأ الأفعال ونحلل النوايا، تدمير القطاع بهذا الشكل، قتل هؤلاء الناس بهذا الشكل، يعني يمكن قراءته أنه إسرائيل ماذا تريد؟ تريد خلق نكبة جديدة. هلا أمريكا تقول أنا أعارض ذلك، ولكن لا، يعني عمليا ماذا فعلت؟ هل قال إذا فعلت ذلك سيكون عندنا؟ نحن متفقون بأن حينما تتحدث أمريكا فهي تتحدث بشيء والواقع شيء آخر. فحينما تقول نحن نختلف مع إسرائيل في بعض الرؤى الخاصة بالحرب على غزة، فهل هذا يعني أنها تتفق بالفعل مع إسرائيل وأنها أعطتها مثل الضوء الأخضر لكي تفعل ما تشاء وتنفذ المخطط؟ شوفي، يعني يمكن تعطيها ضوء اخضر وتختلف في ذات الوقت. ما هو المشكله وين؟ انه تقول انه نحن نريد دوله فلسطينيه، او نريد ان تخفف القتل. طيب، واذا ما خفف القتل ماذا ستفعل امريكا؟ هذا السؤال. ما هو القول انه انتم فعلا تريدوا، يقول نريد هذا ونريد ذاك. طيب، واذا اسرائيل عارضه ماذا ستفعل امريكا؟ ولكن يعني مثلا القتل، اعطيك ملاحظه سريعه فقط عن الضفه الغربيه. انظر الى الضفه الغربيه، الجيش يؤازر المستوطنين، يهاجم الناس. طب حماس من غزة، وشو حجة الضفة الغربية؟ لماذا تخنقوها؟ لماذا تحرجوا محمود عباس؟ تهجموا على مناطق السلطة؟ يعني بيهزقوا محمود عباس. طيب، لماذا هذا الضغط في الضفة الغربية؟ وماذا رد الفعل الأمريكي؟ إنه أمريكا غير راضية عن ذلك، ولكن ما هو العقاب؟ العقاب منع الفيزا السيارة. تصور إن هذا العقاب، يعني هذا يعني هل سيرد المستوطنين إنه لا يأخذ فيزا على أمريكا؟ فأمريكا يعني موقف رد الفعل ضعيف. أنا لا أعتقد هي تريد أن يقتل المستوطنين ويهجموا، ولكن رد الفعل العقاب لا 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 تضع حدا لما تفعله إسرائيل. تفعل إسرائيل كما تريد، ورد الفعل الأمريكي حتى لو هي مختلفة في هذا الموضوع، أنا بعتقد أحيانا أنه كل الناس يختلف. أنا أختلف مع أخي، أختلف مع زوجتي، أختلف، يعني هناك دائما تفاوت بالآراء عادي يعني. ولكن السؤال هو ماذا تفعل أمريكا عندما إسرائيل تفعل ما تقول لها أمريكا لا تفعلين؟ نعم، أشكرك شكرا جزيلا من ولاية كنتاكي دكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت.